السلام عليكم الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع وليداتكم؟ نتمنى انكم كدوزوا وقت زويون. اليوم جبت لكم وصفه زوينه غادي تعجبكم وغتعجب البنات اللي ما موالفينش تيعجنوا. فجبت لكم المخبزه تال عندكم. هذا البنات الخبز ديال طنجره الفرنسي، وانا درته في طاجين. جا غزال البنات، جا روعة روعة روعة، فكرة رائعة، تيجي لذيذ وتيجي زوين وتيجي من الأهم أنه كيجي مفشفش. إذا بسم الله نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو، فغادي نحتاجو نص زلافة ديال السميد، غادي نحتاجو الملحة، غادي نحتاجو المعلقة كبيرة ديال السكر، غنحتاجو معلقة عامرة كبيرة ديال الخميرة ديال الفورية، غنحتاجو زلافة كبيرة ديال الدقيق، وغادي نحتاجو ثلاثة المعالق ديال الزيت، إما زيت العادية أو زيت الزيتون. فهاد البنات الخبز فهو خبز فرنسي بلمسة مغربية، فهما ما كيديروش فيه السميد، هذا الفينو أو السميدة، حنا ممكن نديروها فيه. فجا زوين، جا غزال صراحة، وخا هاد اللمسة هادي ضفتها فجا زوين، وجا خبز مفشفش وبنين. نتمنى انه يعجبكم وان الله رضاكم وتجربوه. اذا هنا كندير المكونات كلهم وغادي نخلطهم هكا. غادي نضيف الزيت، كيف قلت لكم ممكن ديروا زيت العاديه، فهو بزيت الزيتون جات فيه واحد النسمه زوينه. وغادي نجمعوا بالمدافي. هاد الخبز البنات بدون دلك، بدون تكراس، بدون حتى شي حاجه، غير كتجمعوه واحد شويه وصافي. من بعد كتدهنيه بشويه الزيت وكديري عليه بلاستيكه وكتخليه يرتاح، او ممكن ديريه في بلاستيكه ديال هذه بواطه ديال بلاستيك. كيف قلت لكم انا دهنته هنايا بالزيت، وغادي ندير ليه بلاستيكه وغنخليه حتى يضاعف الحجم ديالو. السر في هذا الخبز، اي خبز الا بغيتو يكون ناجح معكم خاصو يخمر مزيان. فغادي تشوفوا دابا شحال غادي يخمر، خاصو يخمر مزيان مزيان مزيان، يعني تضاعف الحجم ديالو لجوج مرات، عاد ديك الساعات كيكون هذاك الخبز ناجح. كيف كتشوفوا هنايا ضعف الحجم ديالو. غادي نجيبو بانيو فيه الماء، غادي نحتاجو البانيو اي باسين فيها الماء، غادي نحتاجو للدقيق، الطاجين كيف قلت لكم ها هو غلفته بورق الطبخ، ممكن ما تغلفوش ترشو غير الطحين وصافي. هادي الخبز ضعف الحجم ديالو مرتين يعني الدوبل، فكنديكازيه كنحيد منه داك البرد بيديا، كنحاول انني نحيد منه البرد وكنجمعو، فهي كتجي عجين كيف كتشوفوا كتلصق. ضروري من العجين يكون هكا، ماشي عجين مرخوفه بزاف وفي نفس الوقت تكون كتلصق. فانا غادي نحط الطحين في القصريه، وغادي ندوز الخبزه في الماء، يعني ردوزتها في البانيو للاسف ما كانتش كتبان، فكدوزيها في الماء غير باش تشدلي داك الطحين تشدو مزيان. ومن بعد غادي ندوزها في الطحين او الدقيق صافي، ونحاول انني نجمعها نديرها شكل دائري باش تجيني شكل ديالها زوين كيف كندير انا دابا. ورشو الدقيق، ضروري من الدقيق بزاف، خاصها تلبس بالدقيق، ونحطها يعني في الطاجين. ممكن طنجره الا ما عندكمش طاجين ديروا طنجره كتدخل الفران. عفوا، فانا ما كانتش عندي طنجره اللي غادي ندير هكا، عندي طنجره كبيره فدرت الطاجين. هنايا غادي نرشها بالدقيق بزايد باش ما تلصقش ليا في الزيف اللي غادي نغطي بها. صافي غطيتها بمنديل او بزيف. دابا ملي خمرات وكتشوفوا ضعف الحجم ديالها، فهنا دازت نصف ساعه صافي ضعف الحجم ديالها. فغادي نحيد داك الزائد ديال الدقيق، وغادي نخلي الدقيق طبعا فيها، ونحيد غير داك الزائد اللي غادي يتحرق ليا في الفران. وغادي نجيب موس يكون ماضي او رازوار او كيوتور يعني اللي عندكم، وغادي نبدا كنطراسي الشكل اللي بغيت. فانا حاولت ندير وريقات، وخا عذبني شويه الموس لانه شويه حافي ما ماضيش بزاف. المهم نتوما حسب اللي عندكم، من الاحسن الا كانت رازوار كتعاون. فانا درت هنايا على شكل وريقات،
غادي نستمر هكا. حتى نكمل الشكل اللي عندي كامل. وغادي نشعل الفران على درجة 250 يسخن مزيان، خاصو يكون سخون يعني فريمون سخون سخون بزاف. وندخل ليه الطاجين، لان الطاجين هذا ثقيل فكيشد شوية الوقت. ممكن ديروا الطاجين ديال الطين البنات الا بغيتوا، الا كان ماشي، الا كان طاجين مزيان ما كيتهرسش فوق البوطه فدخلوه للفران حتى هو ماشي مشكل، يطيب فيه الخبز. فكيف قلت لكم الفران يكون على درجه 250 وندخلوا له الخبز ديالنا ونخليه تقريبا، انا خليته تقريبا 40 دقيقه. عاد حيدت له الغطاء، لقيته بدا شي شويه كيتحمر، اللون ديالو بدا كيذهب، وخليته شاعل من الفوق ولتحت حتى تحمر لي الخبز. فدابا غطيته كيف شفتوا، وغادي ندخلو الفران على درجه 250 يكون الفران سخين. هنايا بعد ما دازت تقريبا كيف قلت لكم فاتت نص ساعه يعني تقريبا حتى على ربع، جبدته او كيبان لكم بدا كيتحمر من الجوانب هنا باش يتحمر ليا ويشد اللون الذهبي ديالو. فشعلت فدخلت حيت له الغطاء وخليته يتحمر. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. شوف المنظر ديالو واعر وجا كيتقرمش، يعني انا خليته هنايا باش تسمعوا الصوت ديال القرمشه ديالو، تسمعوه شحال قاصح. فانا الا بغيتو هكا يعني تاكلوه هكا فماشي مشكل، كيجي لذيذ وزوين وتاكلوه هو كروستيون. الا بغيتو تقطعوه مثلا وكنتو ناويين تحتفظوا به فغلفوه بداك بالثوب كيف غادي نغلفو دابا، وغتخليوه يبرد تماما. انا لضيق الوقت دخلتو الثلاجه وخليته حتى برد، يبرد مزيان الطاجين ديالو حتى يبرد تماما، وديك الساعات غادي نقطعوه، غادي نقطعوه على القياس اللي بغينا والطريفات اللي بغينا. كيف كتشوفوا جا رائع، جا ناجح وخفيف وزوين. الا بغيتو كيف قلت لكم مقرمش فما تغطيوش بالزيف، يعني تخليوه هكاك، ومن بعد تقريبا نص ساعه كتسهلكوه بلي ما بردو هذا، كتسهلكوه هو مقرمش كيجي بحال الخبز ديال المخبزات. وإلا بغيتو تقطعوه فما غاديش يتقطع لكم هكاك، فضروري تغطيوه وتخليوه يرتاح. انا غطيتو ودخلتو التلاجة. هذا هو الخبز، انا وريتو لكم جا زوين بزاف. شوفوا شحال رطيب، غزال غزال ناجح مليون في المئة بحال القطن. خبز ناجح وزوين والمنظر ديالو زوين. نتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم وتنال رضاكم، ونتمنى انكم ما تنساونيش من الاشتراك واللايك، والى اللقاء مع وصفه جديده.